هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. كيف حالكم أصدقاء أبو نهال وكل شخص يشوف هالمقطع؟ الله يعطيكم العافية. طبعا أنا جالس أسجل المقطع لحالة إنسانية، اللي هو عمي ساكن في المدينة المنورة. هو قبل يومين تقريبا سوى عملية بخصوص الكلى. أنا صراحة ما أفهم في الموضوع كثير، الله يديم علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية يا رب. فالموضوع ما فيه إنه هو يحتاج الآن جهاز عشان ما يحتاج يغير الأماكن اللي يقدر يغسل منها الكلى كل شوية. يعني أنا صراحة ما عندي أي خبرة في الموضوع أو أي معرفة في الموضوع، بس اللي سمعت منه انه في اماكن يحتاج يتغير فتره عن فتره، فهذا الشيء مره يتعبه. يعني كل شيء يسوي عمليه عشان يلاقوا مكان يقدر يغسلوا منها الكلى، ما ادري. المهم انتم فاهمين الموضوع اكثر. الجهاز هذا تكلفته تقريبا 10,000 ريال. فانا تقريبا الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي هنزل المدينه عشان اروح ابحث عن جمعيات خيريه ممكن يساعدوا في الموضوع ده. طبعا الانسان مرة لا عنده دخل ولا شيء يحتاج دعم مننا مرة. فما ادري يا اصدقاء ابو نهال اذا انتو تعرفوا جمعيات ممكن يخدموا في الموضوع ده في المدينة او فاعل خير، اتمنى اي شخص منكم يقدر يساعدني في الموضوع ما يقصر، والله يكتب لنا ولكم في ميزان حسناتنا باذن الله. وانتظر ردودكم وتفاعلكم، واتمنى المقطع ينتشر في كل مكان. وجميع ارقام التواصل او طريقه التواصل تلاقوه في الوصف، سواء تويتر، انستغرام، سناب شات او تليجرام، ممكن تتواصلوا معايا. وجزاكم الله الف خير، في امان الله.